أشهد في هذا اللقاء حضور جماهيري كبير يحضر مباراة أمية المتصدر مع فريق النعمان المهدد بالهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية. أمية يحتاج إلى الفوز ليتوج بطلا للدوري. الدوري بدأ منذ فترة طويلة ولكن توقف بسبب الزلزال لمدة أكثر من 3 أو 4 أشهر نتيجة الوضع الذي حل في البلاد كما تعلمون. اليوم يحضر مباراة أمية الروح. رايح على الروح كماني. أمية الدم. أمية هي الدم بجسمه. النتيجة 1-0. دخلوا حبيب مرضى. بس هلأ النتيجة 1-0. ما شاء الله بصير 5-0. جيت من الدانة وزملائي اجوا من مشهد رايحين من 6 أصقاع المحرر اجوا لهون ليعلنوا نادي أمية وقبل احترامي لك نادي عنبان ان معركة النعمان ليس محطة عبور. معركة النعمان اللي ما شاف رونالدو دليمة هذا حسين مخزوم. اللي ما شاف رونالدو هذا حسين مخزوم.